صباح الخير البنات، صباح الفل والورد والياسمين. ما نقولش لكم خصكم اليوم صباحه، يعني الحيويه والنشاط بلان دينيرجي. فالنهار غادي يكون ديالي يعني تري شارجي، عندي بزاف د الحوايج ما نديرهم الا انه الجو تبدل عندنا. يعني صبحنا اليوم على داك السم، عرفتوا داك البنات، داك السم البارد القارص اللي كيدخل لك ما بين الجلد والعظم وكيكري وما يخلص الكراو هذاك. دونك وصلت حاكم المدرسه، من بعد يعني خصني اليوم سبيد نجري نجري نجري، لانه كيف ما قلت لكم يعني النهار غادي يكون تري شارجي. المهم البنات ما نطولش عليكم، نشارككم الروتين ديالي كالعاده. تاعنا هنا البنات طلع قد قد الخلق لا باش ملي كنطلعوا الفوق كاين واحد المنظر رفيع، كنشوفوا كاع فان لا فيو، منظر ديال الطبيعه من الفوق. حتى البنات راه ما حيدتش الكاس، علاش؟ البرد، تلفت مت بالبرد البنات، ما نقولش لكم. دونك وقفت هنايا ديجا شي طابه هكذا، شرب قهيوه ديالي واحد 5 دقائق من بعد عاد نكمل جيسي، درت شي تور ونشوف اشنو ناقصني اشنو خاصني اشنو. المهم البنات دابا اللي غندخل على البرد، ما نقولش لكم السم ديال البرد، اون بليس ما زيدش معايا اللي جات وشديت لو توغوت، ما نقولش لكم ميتة ميتة ميتة. اون با تو سويت الوغ اخيرا وصلت للجيفه البنات كيف ما كتشوفوا، وبرا الدنيا كتصفر وحتى لداخل الدنيا كتصفر. يعني انا عزيز عليا دائما نمشي للمغازه، ماشي في الويكاند ولكن في وسط الاسبوع، باش بصراحه ما كيكونش الناس بزاف وكناخذ راحتي. فيعني حاولت انني نزرب العشرة هذه، يعني عندي ساعه باش ندير لي كورس ديالي، نشري اشنو ناقصني. البنات خصكم كطير في لي غايون سورتو انه خاوي، تقدي شي حويجات. وقفت هنا في البلاصه ديال المعلم، لقيتها الطقم بصراحه عجبني، اللون ديالو مارون روج يجيني مع الكوزينه يناسبني. كنت باغا ناخذ الطقم كله الا انه مع الاسف ما عنديش فين غنحطو، لان الكوفر ديال السكوتور صغير وديجا شريت بزاف د الحوايج. Alors,
بالكم من واحد القضيه نجي نقولها لكم. لا فاكتوريه هذه جاتني تقريبا 65 اورو بلس عندي لا كارت فيها 20% نورمالمون كان خصني نخلص 81 87 الغوميز ديال 20% 16 اورو 34. دونك سا فو لو كو سي انتريسون ملي كتكون عندكم لا كارت. ولكن يا ان تي تروك البنات ردوا ليه البال ماشي في تو لي زارتيكل غير 3 ارتيكل يعني هذا اللي كتشوفوا كو سامبل بلاد ديالو انا شفت لو بري ديالو مكتوب لداخل 12 اورو ولكن ملي جيت نشوف لا فاكتور لقيت كوسان بور بلس بلاد 15 اورو 87. جيت نشوف لا فاكتور لقيت تقريبا شي 3 ارتيكل ا بو بري الثمن اللي مكتوب داخل ماشي هو الثمن اللي في لاكيس. دونك ملي كتجي تشوفوا ضربوا الحساب كتلقاو داك الغوميز ديال 20% ما كيتسوى حتى شي حاجه. كاين كارت واحده اخرى ديال 10% هذه ديال 20% باسكو صاحبتي خدامه هنا هي اللي سلفتني السكوتر خدامه هنا على داكشي 20% اللي خدامين هنا عندهم لا غوميز ديال 20%. اما الناس العاديين اللي كيشريو فهو عندهم 10% ولكن ردوا بال لهذ القضيه لان تجيو تشوفوا تلقاو ما كاين لا غوميز لا حتى شي حاجه. 3 ارتيكل لو بخي اللي مكتوب يعني دو دو درا كان مكتوب تقريبا 7 اورو ملي جيت نشوف لقيت الثمن في لا فاكتور جو بونس 15 اورو دونك ما كاين حتى شي غوميز غير هي صابو فريمون لو كو. يا بلان دو شوز يا بلان دو شوا سي فريمون با شير مي كتبقى ديك القضيه ديال شويه ديال الغش. الثمن اللي مكتوب لداخل خصكم تقارنوه بلا فاكتور من الاحسن ديروها يا ملي تكونوا في لاكاس او يلا تخرجوا باش تقدروا على الاقل بغيتوا تبدلوا شي ارتيكل كنتو دسويت ماشي تتمشيو للدار عاد تلقاو راسكم. اول حاجه سو بتي تروك لا بصراحه عجبني اون بلوس كون ديجا شفتو هنايا في السونتر في مغازان في نيس اتوال الثمن ديالو كان كيدير 19 اورو. اما هنا في جيفي فرحتو بصراحه ب 6 اورو دونك فوالا دي بونبون مي كونري. لو بروبليم سي كو انا ناويه نعمرو بطبيعه الحال لان عندي قرعه صغار معمرين بالشوكولا والفانيل وداك داك المسائل الدراري صغار لانهم مخبيه حاطه في البلاطه على الفوق. فملي غادي نعمرو غنحطو تما خصني ندير كارديان لانه حكيم ما نقولش لكم كنضم كاع الوليدات الصغار كلهم بحال بحال دونك خصني فريمون نرد البال. وسي ان تي بلاطو عندي دي بلاطو صغار ولكن كان خصني واحد كبير نافورو 90 اورو. قدرت ناخذ حديد لانه الحديد بصراحه ساهل في النيتواياج بالنسبه لدوك ديال الزاج وداكشي اللي كنطيبو فيهم كنتكرفصو في الحكان فقلت انا ناخذ واحد ديال الحديد كبير الاوكازيون لانه انا وحكيم محتاجين شي دي بلا هكذايا كبار. عندي صغيورين ولكن ما عنديش الكبار في حاله جاو عندي الضيوف ولا شي حاجه ولا بغيت نطيب شي حاجه كروس كونتيتي ما عندي شي. دونك عجبني حتى الكاليتي زويونه وخدت كوات ليجي بوغ ان سول لي بغيت نبدل عندي دوك الخطايات اللي كتعرفو بحال شكل البلاد فقلت غنشري هذا بوغ شونجي ان بو. والله ما عقلت هاد الناس على الفريج خاصي 29 اورو ولا ما عرفتش ما بقيتش عاقله 19 اورو 98 قولي 20 اورو الثمن ديالو مناسب. كذلك خدت تي كوسان مع البلاد ديالها هادي انا كنظن غادي نحطها في لاشومبر ديالي تي كانابي عرفتوها في كنقعد في الليل نسمط العظامي عجبني هاد الويون وحتي الويون شويه قريب للكنابي
لان انتم عارفين الواحد ملي كيتكى على الكوير ما نقولش لكم، خاصه في هذه الفتره هذه ديال البرد، ونقول كوتي داير هكذايا وسو كوتي داير هكذايا مع لو بتي كوسان ديالو 15 اورو. Alors, après, c'est des draps housses. On m'a lâché une bedelle. Oh, ça, c'est des fourchettes aussi. Il dit qu'on se sent des cuillères. Quand c'est une vidéo, il dit que ça m'a pas jeté le bâle. Donc, ça, il va faire comme ça. Il y a le bâle. Ou ça, aussi. Plein de rajbni. Oui, oui, je dirais qu'on a mousse à la vie, on a le bnet. بصراحة زعما لو مش بتل نتاع الفيغني دونك لا لا بصراحه زوين جبني اكثر من هذاك الثاني، ولكن ما نضمش الغوز، ما عرفتش واش غنديرو في البيت ولا ما نضمش يجي في مع لي كولور ديال لا شومبر، كان غير حطو في الصالون هنا دونك هكذا ومن الكوتي هكذايا. بونس انا كنظن غادي نحطو هنا في الصالون، غنديرو هنايا اي بي فوالا البنات، غادي تي تريكي لي سي بيت السريع كوا، لان بصراحه راه ماشي ما راه كاين لو شوا بزاف البنات والمكازا كبيره، ولكن المشكل وصلت تما حتى ل 10 راني يعني زربته قلت لكم راه شاده لوطوغوت دفت. المشكل انه مع 11 كان خصني ندير ديبا، قبل 11 كان ندير ديبا قسم باش نجي يلاه ناخذ حكيمه نجيبو من المدرسه، دونك يعني داك التيتو راه درتو هكذايا السريع، مازال خصني ناخذ شي نهار كون حكيم ما عندوش المدرسه، وبصراحه نمشي في نمشي انا وياه في الصباح وناخذ الراحه ديالي ندور كيف ما حبيت، ونشوف حتى لي ماغازان اكوتي، راه ماشي هادشي راه غيجي فيها خد ليا النهار كله وفا النهار كله الصباح كله، يعني دوك لي ماغازان اكوتي راه ما كانش عندي الوقت حتى باش غادي نمشي ليهم، مي سافو فريمون لو كو بقى تمارا تنتظروني. راه البنات يلا دخلت مشيت تقديت ما نكذبش عليكم، جري 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 دونك كيما كتشوفوا عندي رمينه خصني نسربي شويش، خصوصا كان موجب لانه امينه جايه عندي هي راجلها والمساء، دونك اول حاجه بعدا وجدت لها السينيه، لانه امينه نتوما كتعرفوا راه ملي باتاي راه تجي وما تلقاش اتاي دير دومي تور ديريكتومون، دونك جيت شريت لها النعناع لان نتوما على بالي راه ما عنديش مع اتاي، انا كنت قهوه يعني اتاي قليل، ولكن امينه جاب ليا باتاي دونك وجدت ليها بعدا السينيه ديالها هي الاولى، انا كنعرفها غير كندخل ديريكتومون اول حاجه هي السينيه، وكنت بصراحه غادي نوجد شي وقت البلاده طاجين، ولكن مشيت خرجت تقديت كلش وقلت كنهضر معاها في السكاب، قالت لي في السكاب في الواتساب باردون، قالت لي بلا ما ديري شي حاجه ثقيله لانه غيجيو معطلين، خدو داروا الغوطه في الطريق دونك غيدخلوا معطلين، وانتم عارفين بنادم اللي كيدخل معطل في الليل مع العيال السفر ما كياكلش بزاف، دونك غادي ندير لهم كيف ما قالت لي غير اوبا خفيفه ظريفه باش يسدوا الجوع ان شاء الله الشهيوات غدوه. وخت تيتو غد الماسه الكبيده ديالي ما قلت لكم حكيم مسكين راه من الصباح حتى غيوصلوا حتى غيوصلوا حتى غيوصلوا، دونك ان تي تخيك وخدت لها خصوصا الشوكولا، علاش لان انا عارفه علينا ما تعطيهاش مسكينه بزاف عندها الحق ما تعطيهاش بزاف ديال الشوكولا، واخا مرة ملي كنت كنمشي عند امينه غنفضح راسي كنت كنعطيها متخليه باقي كنعطي جبله الشوكولا كديرها في امها وتضحك وتضرب عليا التعميه، دونك ما كتبغيش تعطيها بزاف على قبل صحتها، فقلت انا سيغ سيغتان الشوكولا سالبي في بليزير، وبطبيعة الحال غادي نعطيها وخا تقول لي لا مرة رانا غادي نعطيها قدامها ومن وراها، دونك فوالا هذا ما كان البنات بصراحة معطلة بزاف فوق لي خصني أتاكي، كنت معولة على حاجة غنصدق دايرة حاجة أخرى، دونك أشنو غندير لهم، نبدا بعدا بلو بلا
الطاجين راه مشت لي طالو كلش محن في الثلاجه، كنت غنحطو غير قالت لي لا حاجه خفيفه ورا نقلب معليش هاي غدا ان شاء الله ولا ماشي مشكل، باقي انا في ضغط طويله. الوغ البلا بلا 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 جوبونس غادي ندير لهم دي بات مع السومون، والله مازال ما عرفت البنات، المهم خليكم معايا بصراحه مازال ما عرفتش. هكذا نزيد عليه الملحه والبزار، نورمالمون كندير فيه البزار حبيبات، ولكن بما انه كاين الوليدات الصغار اكيد ما غياكلوا شي البزار هكذا، فانا غندير فيه غير الملحه وشويه البزار بودره والملحه، غندير غير شويه لانه ديجا الصومون ملح صلاد او فريغو في الثلاجه. وهنا صحيت البنات داكشي دونك غير يسخن البنات نحط عليها السومون في بلية لقمة ديما يما كانت كدبلها ديما زوينة داك اللقمة ديما صغيرة وفيها بلية لقمة. البنات هذا ما عطى الله الغرفة ديالي واجدة صغيرة ربعين سميتو ونمشي نكمل، مازال عندي تمارة مثلا فا تمارة فاصون دو بارلي يعني مازال عندي حوايج ما يدار. لا شومبر واجدة إلا أنه حاكي من الصباح وكيلعب فيها رونا، خصني نعاود الباساج ديالي نعاود نقي. فوصلنا آخر الفيديو البنات، شكرا 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 لكم دائما على تعليقاتكم الطيبة، شكرا على كلامكم الطيب، فما تنساوش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس، وكالعادة حبوباتي تهلاو ليا في راسكم.